كيف دمي والرب هو الحامي، انا فكر اسلامي سامي والقدس هي همي، موطني بضحك في دمي والرب هو الحامي، انا فكر اسلامي سامي والقدس هي همي. عنا مليار ونص مسلم ولا واحد إله خص في اللي بيصير في القدس، ولا واحد إله خص. الاقصى بتدنس واحنا ورا السياسة بنتهندس، مصر النبي بيستنى فينا ما بدنا دموع بدنا نطص. سامع كلمات بطيئة لان الموضوع عنا خطير، مش مستني دبلاج القدس بتنادي ولا تحرير. رافع رسالة لكل انسان مسلم عنده الكرام، الاقصى بيعتذر بده ناس جدعان بده الشهامة. القدس تتهود ولا واحد حط الصهيوني، حد الاستيطان بتمدد كمرض السرطان فينا، شد الحفريات تحت الاقصى والمشروع جاهز لبناء هيكل سليمان المزعوم، ولا واحد عنده الحافز لانه مخنا بعد عن دين رسول الاسلام محمد. بطلنا نمشي على كلمة الحق والراس اللي عنا تعدى الضرب، عنا شعار الاحزاب تخدرنا فكريا صرنا كالقطيع بنبحث على راعي يحكمنا ماليا. موطني بفتيك في دمي والرب هو الحامي، انا فكر اسلامي سامي والقدس هي همي. موطني بفتيك في دمي والرب هو الحامي، انا فكر اسلامي سامي والقدس هي همي. موطني بفتيك في دمي والرب هو الحامي، انا فكر اسلامي سامي والقدس هي همي. موطني بفتيك في دمي والرب هو الحامي، انا فكر اسلامي سامي والقدس هي همي. دعمونا فكر رسموا الخارطة الجنس والمال، هي الضغطة بعدونا عن دين خلوها مش ظابطة، جابونا الروس للحكم فارطة فضحوا عرض الاسلام، خلوا السلام عن ناس الاسلام والجهاد كان عنا فرض، اليوم للاسف انمحم الارض. لما نقول الاقصى في خطر يعني الخبر مش اشاعة، لسه الاسير عنا ما تحرر لانه فينا عالم ضيعة. ضعف لكلمتي جاي مقطع عن مدى خطورة الاحتلال، ما بشبع بخطط بدبر بعمل بقرر بد القب اللي بتلمع، واحنا عالشاشات العربي بنتدلع، واحنا عالشاشات العربي بنتدلع. عندما نقول ان القدس في خطر فليس معناه ان القدس في خطر لان انفاقا تبنى وتحفر اسفل القدس، وانفاق القدس وصلت او كانت تحت قبة الصخرة، ليس لذلك فقط، بل لان القدس تحت الاحتلال. لانك اذا اردت ان تصلي في ساحات المسجد الاقصى المبارك توقف عند عتبات بابها وتسأل من انت وكيف وصلت ولأي شيء وصلت. اليوم وهذه سابقة في العالم في الدنيا، أنا أعلم في الدنيا سابقة لهذه السابقة، اليوم يحاكم أبناء البلدة القديمة وأبناء القدس الكبيرة، يحاكمون بتهمة أنك من شباب المسجد الأقصى المبارك. هكذا تقدم الأوراق أمام القضاء الاحتلالي، أنت من شباب القدس والمسجد الأقصى المبارك، أنت تصلي الفجر في المسجد الأقصى المبارك، أنت تشارك في حلقات العلم وفي حلقات الذكر في المسجد الأقصى المبارك، فيمنع من يمنع ويعتقل من يعتقل ويدفع من يدفع ويهان من يهان ويغرم من يغرم، والأمة نائمة، والأمة نائمة، والأمة في ذل وهوان. في يوم من الأيام يتقدم مني أحد أئمة المسجد الأقصى المبارك ويصر على أن أم الصلاة، وأنا لست صاحب صوت ندي فأبيت، فأرغمني فتقدمت للصلاة. بعد الصلاة تقدم مني وقال يا شيخ أنا أقدمك للصلاة رغما عنهم، لأنني والله ما أقدم أحد للصلاة إلا ويراجعني جيش الاحتلال، جيش الاحتلال، مش السلطات الأمنية، مش السلطات القضائية، الجيش الذي يقف على عتبات المسجد الأقصى، يوقف إمام الأقصى ويسأل إمام الأقصى من ذا الذي أم الصلاة، من ذا الذي أم الصلاة؟
المسجد الأقصى في خطر أم أن المسجد الأقصى ليس في خطر؟ حتى نقول إن المسجد الأقصى في خطر لسنا بحاجة أن نقول إن كنيسا يبنى إلى جوار المسجد الأقصى، وهذه حقيقة. ولكن أيها المسلمون، هبوا أنهم لا يبنون الآن كنيسا إلى جوار المسجد الأقصى. يا كل المسلمين في كل الدنيا، من أقصاها إلى أقصاها ومن طولها إلى عرضها، هبوا أنهم لا يبنون كنيسا. أترضون أن يكون أقصاكم تحت بساطير الاحتلال؟ ترضون ذلك؟